السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي مغربية في أمريكا. نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وبصحة جيدة، وانتم كتشوفوا معايا هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله غادي نشد الطريق وغادي نمشي إن شاء الله للجامع، دايرين واحد البازار تما، وكل واحد فينا اتفقنا باش كل وحدة تجيب حويجة هكا باش نتمنى نديرو كاسكروت ونجلسو ونصليو ونشوفو. هانتوما حنا وصلنا هنايا، شوفوا ما شاء الله الدنيا غزالة، واحد الأجواء رائعة بزاف الصراحة غزالة. تبارك الله، هانتوما راه كاين الماكلة وكاين كل شيء حلال من جميع الدول، راه كاين لبنان، سوريا، العراق، كل شيء تقريبا، تركيا، كاين شنو نقول لكم، مصريين، كاين مغاربه، كاين من كل انحاء العالم، المسلمين كاملين مجموعين هنا ما شاء الله. شوفوا هاد السيده كدير الحنه للدراري، وكدير هكا حنه اللي بغى يحني واللي بغى هذا، راه كيبيعوا هنايا كل شيء تقريبا. رمضان ان شاء الله غادي ندور لكم وتشوفوا اجواء غزاله زوينه، واحد لومبيونس غزال تقريبا فحال داكشي ديال العيد، ولكن واحد الطابع خاص. علاش؟ لحقاش اليوم تقريبا دايرين فحال واحد البازار، فحال واحد المعرض، المهم فحال البازار، فحال المعرض، فحال المهم مجموعين الناس من جميع كما قلت لكم من جميع الدول الاسلاميه. واحد الاجواء رائعه وزوينه، واحد والله الا واحد المنظر كيحمق. شوف راه هنا ماكله تقريبا، هادو لبنانيين على ما اظن، كيديروا الشوا، كيديروا الكفته، الكباب. تبارك الله، راه بغيتي تشد السفره خصك نص نهار، ولكن داكشي عندهم زوين ونقي وصراحه زوين. وبغيتي تجيب الماكله ديالك كما شفتوه تمايا في هذوك الخيمات، كاين هذوك الخيمات، كاين ريستورون، كاين بلاصه كيفرشوا الناس في الارض، كاين هذوك الخيمات كيجلسوا كيكونوا كراسة، كتجيبوا الماكله ديالكم وكتجيبوا القهوه، اتاي، داكشي اللي بغيتو كتجيبوه وكتحطوا كما درنا حنايا. جبنا داكشي تقريبا ديالنا وحطيناه، حنا كنا تغدينا وجبنا هكا في العشيه باش نجلسوا مع الوليدات ومع العائلات ديالنا، كالعائلات والصحاب والخوت والحباب. الحمد لله ما كثرهم الله غير هما، الله يحفظ لهم صحتهم، الله يحفظ لهم وليداتهم ان شاء الله. كنخرجوا كنتوانسوا، مهم هانتوما شفتوا هاد السيده هادي هنا، بنتي كانت بغات تحني، ولكن من بعد ما صافي تنادم معاها الحال. هانتوما شوفوا راه كيديروا تقريبا الصباع كدير الصباع يمكن ب 5 نو، ها هو هنايا 10 دولار يمكن، ولا ما عرفتش 15 دولار، لا لا شمال 5 دولار، شي 10 دولار، واليد يمكن شي 15 دولار، غير كدير لك الفوق بالحق. المهم راكو عارفين هنايا كتكون الاثمنه زايده شي شويه، ولكن المهم الانسان ملي كيبغي شي حاجه راه كيديرها، وكيكون مشهي شي حاجه كياخذها، واخا كتكون زايده شي شويه الثمن ما عندك ما دير، ضروري الثمن كيكون زايد ولكن ما عندك ما دير، ضروري كتدي الفال كما كنقولوا. هنا شوفوا هاد اللباس ديال فلسطين، هادوك الازياء الاولين ديال فلسطين. هنا تقريبا هادو ازياء متنوعين، راك شفتي، راكم شفتوا الشال كيديروا لي هكا الباسيك سيوات. شوفوا الشال انا عجبني هذاك اللوينات اللي فيه، هانتوما هنايا دي شوميز. المهم كل واحد كيحط المنتوج ديالو ولا ديال بلادو، ماشي ضروري يكون شي حاجه مميزه في البلاد، المهم كيحطوا الناس داكشي اللي عنده شي حاجه تجاره راه كيحطها تمايا كاع كلشي، ماشي غير هادو لي شال. شوفوا هادو لي شال داير لهم تقريبا حتى هما الثمن راه معلق عليه. المهم اثمنه مختلفه ولي كاليتي مختلفين باش تعرفوا، راه الكاليتي كتكون حتى هي دايره شي شويه الثمن، واثمن الاخرين الاثمنه اللي كتشوفوا عاديين راه عاديين، ماشي المهم الكاليتي ديالو ماشي شي كاليتي، ولكن الثمن راه كيكون باين، واللي مزيان راه كيكونوا دايرين عليها الثمن شويه طالع. هنا الوليدات بغاو ياخذوا ديك شنو هي الصوفه اللي كنقولها حنا، ولا بابا كابا، ولا شنو كتلف لي انا ديما السميه ديالها، بابا بابا ولا ما نعرف، المهم ما عرفتش انا السميه ديالها، كنعرفها بالصوفه. هنا الوليدات بغاو ياخذوهم، ها هما راه حاطينهم، كتديروا كتصوبوا كتخلصوا بلا كارت ولا تخلص كاش، المهم اللي واجد عندك. راكم عارفين هنايا كيصوبوا هادشي الوليدات، بلاصه فين كيلعبوا كيصوبوا لهم هادشي ديال سناكس هكا مثلا، الدرا كيما شفتوا. المهم اجواء زوينه، ما غاديش يقنطوا الوليدات وما كيملوش. علاش؟ لحقاش كيمشيو كيلعبوا كيرجعوا عاوتاني يشريو هادشي، عاوتاني كيرجعوا يلعبوا. المهم عاوتاني راكم عارفين الوليدات
المتنفس ديالهم هو هذا الشيء. حنا كنحاولوا ما امكن اننا نجيبهم في نفس الوقت للجامع، وديك الاجواء وديك الطابع ديال الجامع وديك الصلاه وديك الاذان وديك الشيء، وفي نفس الوقت كيتجمعوا مع مسلمين، الوليدات مسلمين، واخا راه كيكونوا كيهضروا باللغه ديال البلد، ولكن واخا هكاك راه كي ضروري ما كيكونوا قراب من بعضياتهم على حسب الدين وعلى حسب. والحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ان هذا المسجد كاين، مسجد تركي رائع رائع، كاين في لانهام، الناس اللي هنايا في ميريلاند راه غادي يعرفوه، ما رائع رائع، غزال، واحد المسجد ما شاء الله ديال الاتراك، واش نقول لك، خادمينه بالمعنى الكلمه، لا من ناحيه النظام، لا من ناحيه النقاء، لا من ناحيه الامان، الحمد لله والشكر لله. هذا ديجا كان معرض كنت درت لكم في واحد الفيديو، درت لكم عليه واحد الجوله في رمضان، كنا خدينا منه شي حويجات، حتى هما كيجيب داكشي زوين رائع. واخا دابا حاليا ما عندهمش لو شوا بزاف، بحال شهر رمضان وشهر شعبان كيكون داكشي عندهم مميز ومتنوع، ولكن دابا الحمد لله كاين، هي ديك الطريقه اللي كيكون في رمضان ولا في شعبان راه ما كايناش، ولكن كما قلت لكم راه متنفس رائع رائع الحمد لله. العرب والمسلمين في هذه البلاد هذه كمام كتكون قريب شي شويه من الدين، ما كتبعدش بزاف على الدين، لان كاين اماكن اللي ما فيهمش المساجد، اماكن اللي ما فيهمش اماكن الصلاه، المهم كيضطر الانسان يبقى في المنزل ديالو، كيدي الشعير ديالو في في في, في, في الدار، كيكون شي شويه واحد ولكن ملي كيكون مسجد او لما كيكون بحال هكا تجمعات فيهم مسلمين او لا، الحمد لله والشكر لله، واحد الاحساس والله القسم احساس غزال ورائع، كتحس راسك بحال ما بين ناسك وما بين عائلتك وما بين في الوطن ديالك الصراحه. والحمد لله هذا من فضل الله اننا في هذه البلاصه هذه، في هذا المسجد هذا، كاينين المساجد كثيره، مازال ان شاء الله ندير لكم فيهم جو، نمشي نصور لكم فيهم، ماشي جولات، ولكن غير باش تجيبني القدره لتما نصليو تما الجمعه اولا شي حاجه، غادي نديروها ان شاء الله ونوريها لكم. تا هما مساجد فنين، مساجد كبار، كاينين المساجد اللي باينينهم المغاربه، كاين المساجد اللي كيكونوا مشتركين فيهم المسلمين، ولكن راه تا هما راهم عندهم واحد المنظر رائع كبار، والحمد لله والشكر لله. زعما هذا هو الميزه باش كتمتاز هاد الولايه هذه بعدا في هاد المنطقه اللي انا ساكنه فيها، الحمد لله والشكر لله ان كاين المسائل ديال الحلال، بحال الاكل كاين الاكل حلال، وكاين المتاجر حلال، وكاين اللحم كذلك حلال الحمد لله، وخلاص مساجد واماكن بحال هكا. كما شفتوا هنايا حنا الحمد لله مجموعين هنايا، العائله ولا الخوت ولا فامي، كنحسبهم لا فامي ديالنا، حنا بعضياتنا كنعتبروا نفسنا عائلات بعضياتنا الحمد لله، وخوت وصحابات وليداتنا فحال فحال، وحنا كنا فحال فحال الحمد لله والشكر لله. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى اننا زعما تعرفنا على بعضياتنا، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هنا كل واحد شنو جاب، ما شاء الله الخيرات موجوده، وكل واحد شنو حط، كل واحد شنو بشارك، والحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. شوفوا هنا الناس كما الصوره، كلشي كاين اللي كياخذ الماكله من تما وكيجي هنايا، وكاين اللي كيكون ديجا فحالنا حنا جايب المويكله ديالو والمسائل ديالو، راكم عارفين ضروري من هذا الشيء هذا باش كتكون عاتيني واحد الاجواء زوينه. هنا شوفوا راه بغيت ندير لكم غير جوله هنايا، شوفوا هنا بدا تقريبا الظلام كيطيح، لانه نورمالمون هما 6 كيشدوا، دايرين لهم 6 نو 8 يا ربي، دايرين لهم 8، ولكن دابا صافي بدا كيطيح الظلام شي شويه، صافي كما شفتوا هنايا راه كل واحد شنو كيبيع، كل واحد باش كتمتاز البلاد ديالو. هادو فلسطينيين كيديروا طابع ديال فلسطين، اي طب اي حاجه بغيتيها كتختارها كيديروها لك على التيشيرت ديالك، اولا كتشري من عندهم ديك التيشيرتات هكا، فيهم اي حاجه مطبوعه، شي حاجه بغيتيها كطبعها. هادو حتى هما شوفوا هادو سوريين على ما اظن، ولا نو هادو اردنيين، هادو كيبيعوا لي شال، كيبيعوا دوك الديكورات، كيبيعوا مسجادات، مهم تشوفوا هنايا ما شاء الله راه داكشي عندهم. هادو تا هما الحجابات، انا حمقوني هادو عبايات، شوفوا واخا الاثمنه طالعين، راه الاثمنه ماشي زعما اثمنه عاديه، اثمنه طالعين شي شويه، ولكن راه بعض المرات ملي كتصادف شي حاجه هكا كتقول ناخذها، و حاولت نقلب على الثمن ولكن ما لقيتوش، حتى من بعد عاد سولناها ولكن ما عطاتناش الثمن ديال هذا، لان نسينا ما سولناش هادي شي حوايج اخرين، انا ما سمحوا لي ما سولتش على التاول، ولكن شوفوا الثمن طالع
ثمان اثمنه طالعين بالمقارنه على داكشي اللي في راسكم، اثمنه طالعين. هادو شوفوا هادو عجبونا، هادو ديال ليكرا، دوك الكباب اللي كيكونوا هكا مثلا تحت، ديرهم تحت لبسه، تحت جلابه، تحت شي مثلا شي قفطان ولا شي حاجه ما كيكونش عنده الكمام، كديروا له هادو. شوفوا هنا العبايات، هاد الدرور شوفوا هنا هادو حمقونا صراحه. هادي عندها الدرور فنين بالنسبه للمناسبات، بالنسبه شوفوا هانت، شوفوا هذا شحال فن حمقنا، كيحمق داير يمكن 20 دولار على ما اظن، على ما اظن 20 دولار على ما اظن، الا مازال عقلي ينفعني 20 دولار. المهم كاين شي وحدين 20، كاين شي وحدين 30 دولار، ولكن مهم زوينين على حسب، على حسب هكا المناسبات. شوفوا هذا راه دي شال هما كبار شي شويه، مهم كيجيو فنين. هنا كيبيعوا البخور، كيبيعوا البخور، كيبيعوا شوفوا قشيشبات، مهم انواع والاشكال ديال هادو. كيبيعوا دوك باش كتسدوا الدره، دوك العيارات اولا دوك الفنيتات اللي كيكونوا فيهم الديكورات هكا. شوفوا هادو راه ديال العيارات، ما عقلتش الثمن والله، الاثمنه اللي ما عقلتش عليهم الصراحه، ما عقلتش على الاثمنه بزاف. ودايرين هادوك راهما شفتهم ديك الشوكات اللي كيكونوا هكا بالنسبه للمناسبات، وبالنسبه للدريرات هكا ديال المناسبات كيجيو فنين. هذا راه كان السبت والحد، يومين في الاسبوع كان السبت والحد، بمعنى الناس اللي ما جاوش السبت راه جاوا الحد، وكاين الناس تبارك الله اللي مشاو السبت ومشاو الحد، ما شاء الله. راه داكشي ما كتسخيش تجي في الحقيقه، واخا راه بعيد تقريبا ساعه ديال الطريق، ولكن واخا هكاك والله الا كنمشيو حنا فرحانين الصراحه، فرحانين لانك دوزي واحد النهار تقريبا فيه كلشي، كتساري وكتقضاي وكتصلي وكتشوفي الحباب. الحمد لله. شوفوا هنايا هادو، هادو تركيا، هادو الذهب ديال تركيا، هادو تواركا، هادو الذهب ديال تركيا، كيحمق فنين فنين، شي حوايج فنين الصراحه. هادي كولي ها نتوما شوفوا سنيسلات، هذا داك ماشي الذهب ديال تركيا زعما، شنو كيقولوا له بلاكي اور، يا ربي بلاكي اور ديال تركيا، ولكن راه بالدرجه الاولى فنين ديال تركيا معروف. شوفوا هنا دايرين الوليدات فين يلعبوا، داكشي كونفلابل فين يبقاو فين يلعبوا داكشي ويدوزوا الوقت ديالهم. هادو حتى هما هادو يمكن السودان على ما اظن، يا ربي انا راه مازال. هادو شوفوا هاد العقد، هاد السناسل وهاد الشيء ديال العنق، ديال العنق وداكشي فنين فنين. وعاد البخور عندهم البخور غزال، البخور كيحمق غير وراه الروايح كتحمق هنايا الصراحه، الريحات فنين. كيبيعوا البخور وكيبيعوا في نفس الوقت هادوك المبخرات وداكشي. مهم اثمنه طالعه شي شويه، ولكن واخا هكا كتشهد تاخد شي حويجه هذا شي حويجه كتكون تذكار ولا شي حاجه كتكون محتاجها، وبعض المرات كتكون عندك الحاجه وكتبغي تزيد منها. شوفوا هنا التكشطات ديال المغرب، واخا شوفوا التكشطات ديال المغرب، ديال المغرب شوفوا فنين انتوما. مهم كشطات واخا ديك الدره داروها لها مسكينه بديك الطريقه، المهم التكشطات ما كاينش لها شوا بزاف غير شويه. المهم جايبين سلعه مخلطه، هادو تركيا حتى هما بيجامات ولا شال الدريرات وداكشي خفيف ظريف. المهم اثمنه راكم قلت لكم ولو شوا كاين، وراكي كتعرفوا هكا لي بازار ديما كيكونوا زي شي شويه الاثمنه. هانتوما شوفوا هنايا هادو لبسات بحال ديال باكستان والهنود، المهم داكشي زوين عند الهنود الصراحه. شوفوا هنايا هادو كيبيعوا الدراري كيبيعوا البخور. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يوتيوب السلام عليكم. على يوتيوب ازاي معاكم كوكونات انك، ان شاء الله نشوفكم قريبا ان شاء الله. شنو عندك؟ بخور. عطور. اوه ما شاء الله. عطور كله مصدر من بروناي، بخور طبيعي اصلي. اليرت 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 زبون. تعالوا يا زبون، تعالوا يا زبون. وشايف يبيعوا البخور، يبيعوا دوك الروايح. خلينا نعطيك الكونتاكت لو بدهم على الوات يضربوا اشياء، هذا يمكن اوضح. انك يحاولوا يخليوا داك نمره التليفون ديالهم، ويخليوا داك السيت ديالهم فين كيبيعوا هاد الشيء، باش يكونوا الناس المهم باش يشوفوا الناس.
8-2-8-4-4-0-1 for authentic Agarwood Oud. Thank you. في واحد الشيء اللي كاين هما قال لكم بروني بروني يمكن انا على ما اظن هي بروني دار السلام على ما اظن ديك الدولة صغيره يمكن هذا الشيء اللي قالوا قالك بروني شوفوا هنايا القطار كيدز بالوليدات شوفوا اللباس هنايا هادو اللباس ديال نو ماشي هادو ديال الهنود كاين هادو فحال الدراعيات شوف فنين هاد الشيء راه فحال كتلقاو داك لي كرا ماشي لي كرا كتلقاو فحال الخيط الثوب ديالهم راه خيط كيكون زويون ماشي كيكون مبرد شوفوا هنايا هاد البلاصه هادي تعقلوا عليها في رمضان راه كنت صورت لكم عامره بالناس جالسين في الغازون ديك الشيء دابا شوف تبارك الله عامره بالسلعه وعامره عامره بالقفيطنات وبالتويشيات شوفوا ما شاء الله على منظر ديال الجامع كيحمق انا راه هنا الاذان صافي غيبدا بدا كيأذن لان صافي راه غادي يصليو شوفوا ما شاء الله هنايا شي مما دخلتو كتلقاو الشوا ديال السلعه وكتلقاو كل دوله سبحان الله العظيم حاطه الزي ديالها وحاطين داكشي ديالهم هادو تقريبا حتى هما شوف هادو تصوار حتى هما لي شال انا كانوا محمقيني غير لي شال الصراحه فشي شي موديلات كيحمقوا ديال لي شال الصراحه زوينين هادو حتى هما العطور هنا هاد البلاصه الريحه بيسد الهنود باكستان استبطات ديال باكستان الهنود كيجيو زويونين تاهو مشكيل ديالهم المهم كل واحد كيحاول يعرف بالمنتوج ديال البلاد ديالو الازياء وكل واحد باش كيمتاز ايوا شوفوا تبارك الله ما شاء الله واحد الاجواء كتحمق انا راه بنات المغرب كيود المغرب وغادي نمشيو ان شاء الله باش غادي نحاول نديو الوليدات وغادي نمشيو باش نصليو ان شاء الله رحنا هنا كنا تالفين كنجمعوا الدراري وكنجمعوا باش نمشيو نصليو الله يتقبل يا ربي الله يقبل منا ومنكم سائر الاعمال يا ربي شوفوا الاجواء رائعه والله الا رجعنا غير رمضان ما شاء الله شوفوا فنين هاد الاجواء كتحمق لا يحرم شي واحد الصراحه هكا كيكون الاجواء فنين رائعين الصراحه هنا صاحبتي فجأت البنيته ديالي عندها عيد الميلاد فجأت بهاد الحليوه هادي مع الوليدات والامبيونس فرحات بنتي بزاف ولا لا خطك اختي شكرا الله يحفظ لك وليداتك وصحباتي كلهم الله يحفظ لهم وليداتهم الله يخلي لهم صحتهم وليداتهم فرحوا بزاف الدراري وفرحات بنتي صراحه عجبها الحال انا كنت عاد غندير لها عيد الميلاد مازال ان شاء الله غنشاركوا معكم التحضيرات ديالو وديكشي ولكن هنا صاحبتي فجأتها فرحات بنتي شكرا بزاف والله العظيم واحد اللمه رائعه الله لا يحرمنا منها الصراحه الله يخلينا ديما خوت وصحاب والحمد لله ونتمنى ان شاء الله هذه الجوله تكون عجبتكم ما تنساونيش بلا لايك ولي كومونتير فحال ديما ولا لا يخطيكم بلا بيكم حنا ما والو شكرا